ميت فوتوجينيك مروه طلعت منورانا عبر الشاشه. تفوشي اهلا بيكي معانا. اهلا بيك، ازيك عامل ايه؟ بالنسبه لي انا اصلا جيت ميس ايكو انترناشونال 2017 كمذيعه، ان انا ذيعت اول برايم لميس ايكو 2017، كان اللي هو التالنت شو اللي هو حفل مواهب، كان موجود في الاسكندريه. بعد كده المفروض كنت اسافر معاهم، بس للاسف انا كان عندي يعني شغل وكنت عندي برد وبتاع، فما روحتش معاهم دهب ولا روح شرم الشيخ، بس جيت شرم الشيخ بس اخر 3 ايام. بالنسبه للبنات، البنات عايزه اقول لك ان هم، انا حسيت الروح بتاعتهم ان هم مش في مسابقه، ان هم كانهم صحاب وكانهم يعرفوا بعض بقالهم كتير، فده اللي عجبني اكتر فيهم، ان هم بيتعاملوا مع بعض كلهم كانهم صحاب، كانهم يعرفوا بعض بقالهم كتير، ما فيش واحده فيهم بتغير من الثانيه، مش بيحقدوا على بعض، بالعكس انا بحسهم ان هم دايما بيساعدوا بعض، كانهم بيقضوا وقت كويس مع بعض، مش مجرد بس مسابقه. فده اكتر حاجه عجبتني فيهم، يعني دي اهم حاجه، الفكره ان هو انك تتقبل الاخر مع ان كلهم ثقافات مختلفه، لانهم من بلاد كتير قوي، فدي كانت من احلى الحاجات اللي انا شفتها في المسابقه دي. ثقافه تقبل الاخر هي موجوده في ملكات الجمال، ازاي نتقبل الاخر في الواقع العربي تحديدا؟ تمام، هو ثقافة تقبل الآخر طبعا دي من أهم النقط في ملكات الجمال، لأن فكرة أنت البنت هي مش بتختار تقعد مع مين في الأوضة، هي الفكرة دي إن هما بيوزعوا البنات راندملي بشكل عشوائي، فمش بيختاروا مين تقعد مع مين، فما فيش واحدة ينفع تقول لك لا أنا هقعد مع دي عشان دي صاحبتي ودي أنا ما بحبهاش، ما فيش الكلام ده، لا هما بيقعدوا مع بعض، بيعيشوا مع بعض مثلا مدة المسابقة 14 يوم، عاشوها كلهم مع بعض، تقبلوا بعض. فكره ان هم كمان لقيتهم امبارح كانوا عاملين حفله ما بين بعضهم، يعني كانوا بيجيبوا هدايا لبعض، فدي كانت حاجه كويسه. لقيت مثلا ملكه جمال مصر روان علاء ميس ايكو ايجيبت كانت جايبه هدايا لكذا بنت تانية من بلاد تانية، وهي كمان جالها هدايا من بنات تانية. فكره تقبل الاخر، ما احنا كلنا عايشين في مجتمع واحد، تمام؟ انا مو اكيد رايي هيختلف عن رايك، بس لازم اتقبل رايك برضه. ليه؟ لان انا مش بفكر بنفس طريقه تفكيرك، لازم كل واحد فينا ليه تفكير مختلف، كل واحد فينا اتربى على مبادئ مختلفه، كل واحد فينا شاف في حياته تجارب مختلفه، فاكيد انت رايك هتبقى مختلف عن رايي. ففكره تقبل الاخر دي بتساعد في ان الحياه تمشي، بتساعد في ان ما يحصلش مشاكل، بتساعد في ان مثلا ان انا ممكن انا انقل لك ثقافات انا اكتسبتها في حياتي، وانت تنقل لي ثقافات برضو انت اكتسبتها في حياتك، فدي كمان بتبقى حاجه كويسه، ان انا بعلي من المستوى الثقافي بتاعي. مروه، اخيرا ايه النصايح اللي بتوجهيها لكل البنات المقبلات على دخول مسابقات ملكات جمال بشكل عام؟ تمام، بالنسبه للبنات اللي نفسها تدخل مسابقات ملكات الجمال، هي اول حاجه انت لازم تهتمي بصحتك، مش تهتمي بجسمك، لا تهتمي بصحتك. يعني ايه؟ يعني انت لازم تاكلي كويس حاجات تبقى مفيده لجسمك، بحيث ان جسمك يبقى شكله كويس، يعني ما تبقاش مليانه قوي وما تبقاش رفيعه قوي. طبعا لما تهتمي باكلك اكيد شعرك هيبقى كويس وبشرتك هتبقى كويسه. حاجه تانية لازم تهتمي بثقافه بلدك، يعني ايه؟ يعني انت لو هي من مصر لازم تعرف تاريخ مصر كويس، تاريخها اذا كان من ناحيه تاريخ الحضاره او ان التاريخ السياسي للدوله بتاعتها، ان هي كمان يكون عندها خلفيه عن ايه المشاكل اللي موجوده في المجتمع بتاعها، حلول تقدر تقدم حلول للمجتمع بتاعها، لان هو في الاول وفي الاخر هي مش فكره لقب بتاخده البنت كملكه جمال، لا هو الفكره ان هي ازاي بتخدم مجتمعها او ازاي بتفيده، بس مش مجرد لقب يعني وخلاص وشهره يعني.